السلام عليكم ورحمة الله. اليوم تاريخ 31/7/2020 وأنا مسافر من دبي إلى المالديف سياحة، وإن شاء الله براويكم الإجراءات خطوة بخطوة، وهذا في زمن الكورونا. خلوكم وياي. الإجراء الأول أني أدخل في هذه البوابات اللي تقايس حرارة الجسم. الاسكان سريع، يعني خل بسوي تشيكن وعطوني الترافل هايجين كيت، بعدين براويكم شو في داخل. اول مرة اشوف المطار فاضي لهاي الدرجة. دولة لدولة تفرق اجراءاتها، مثلا للمالديفز قبل 24 ساعة من الرحلة لازم تعبي فورم مال الصحة مالهم ويطرشولك مثل باركود، وهذا الباركود لازم يكون عندك وتراويهم في التشيكن قبل، ولا ما يقدر يدخلك الطيارة. مرات احس اني روحي انا مسافر، مكتوب all passengers لكني انا روحي هني. جوازات قال لي اكشف عن وجهك، حسيت عمري من القضاء، لازم انزل الماسك و حسب يعرفني. تو طلعنا من اللفت يا جماعة، والله قشعريرة هذا المكان ما جد فضة. كوستا هذا المكان بعد مسكر، اول مرة اشوف مطار دبي ما يفتح في كل مكان، كل 20 متر اشوف معقم لليد. بعد قبل ما ادخل اي محل في مطار دبي لازم استخدم سانيتايزر، يعطوني الباسكت حقي وعقب اقدر اتشره، ما اقدر اتشره بدون ما استخدم هذه الاشياء المعقمات. أدوات الوقاية أثناء السفر اللي عطوني، الحين ببطل قدامكم. في حبتين ماسك مغلفين رواحهم، هاند سانيتايزر، حاطين 3 حبات من هالمعقم. هذه ويت وايبس، شو اسمه، مناديل معطرة لكن هي مضادة للبكتيريا. بعد حاطي لي حبتين، وهاي قفازات. جميل جدا يعني الصراحة. شوفوا هذا الباركود للفورم اللي سويته قبل 24 ساعة من رحلة، في البوابة هني تشيكون عليه عشان يدخلونك. وبدون قناع الوي وبدون قفازات ما يدخلون. قال لي يعطونا مغلفة الحين، مو مثل مو بشراء أول، بطل حارة، وطبعا إجراءات فيروس كورونا. زمان ما سمعت هذا الصوت الجميل، هذا الطيار ينصحنا. من عيوني يا طيار، من عيوني. وسادتي مرحبا بكم في مطار كيرانا الدولي. اول ما توصلون يسوون فحص مال الحراره قبل ما تدخلون، وكل سوشيال ديستنس كل مكان حتى بالجوازات. اليوم نزلت مطار المالديفز بس كان في الاسكان مال الحراره، وبس على طول يعني دخلت، ما في اي شيء الحمد لله. يعني شكرا على متابعتكم، وعلى الردة ان شاء الله بسوي فيديو ثاني
تابعوا الإجراءات من المالديفز إلى دبي في الفيديو القادم. شكراً.